مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي الاعزاء. هذا البلوغ الجديد مرضت ليا مسعوده مريضه بزاف. فهمتيني راه مريضه بزاف وفي خطر كتعلق بزاف. انا غنحاول نعطيها واحد الدواء. ما عندي ما ندير ليها فهمتيني. ما عرفتش اشنو طرا ليها، واش فيروس ولا شنو الماكله عندها اللي ما عندها، شنو طرا ليها ما نعرف. يمكن فيروس ضربها، شي فيروس هادشي اللي شاك فيه انا باش هي مرضات. دونك انا غنعالج الامر قدر المستطاع. ما عنديش شي دواء، غنعطيها الثومه. عندي ما ندير ليها الثومه غنطحنها ليها، ندير ليها في السرنج ونعطيها تشربها. انتوما غادي تقولوا لي راه غطير ولا شي حاجه، راه ما غطيرش مسكينه، انا اللي عارف اش نقول. هاك شتي مهلوكه الوقت هو المحدد واش غادي تعيش ولا غتموت. الحمد لله الاصدقاء. برات هي برات شبك انا مع الفروش، هزوا التقشيره هذه. فروش اغريسيف كنضربو بالتقشيره ما كيهاجم بزاف، كنقدر نضربو شي ضربه. هي برات الحمد لله شي كيفاش ولات اصبحت باريه ولي الحب. البارح كانت غتموت، اليوم برات واخيرا كنت كنقول غتموت. ماي جاد العشاء البقوله. رجولا بالرياضه. دابا نتوما كتفرجوا في فلوغ فيا انا، وانا كنتفرج في فلوغ ديال واحد السيد في ميريكان، وداك السيد في ميريكان داير فلوق فيه تفرج واحد القولة، وداك اللي كيتفرج فيهم هما كيتفرج واحد الفلوق واحد آخر. كما تعلمون أصدقائي أنايا في واحد الوقت ديال تنظيم الحياة ديالي وتنظيم الأمور ديالي، ونحاول ندير كل حاجة كل نهار ندير فيه شي حاجة مفيدة باش نتطور ونزيد لقدام شويه بشويه. هادشي اللي بغيت ندير اليوم. ما غادي نديرو والو، غادي نديرو ترتيب غرفه الطيور، فهمتيني؟ ترتيب غرفه الطيور، وغنديرو زرع النباتات، غنزرعو النباتات وغنشطبو الفراخ الغرفه ديالهم. صافي هادشي اللي غادي نديرو. علاش؟ باش نبقى غادي وكنحس بالتوازن. ولا الساعه غادي نشطبو كامل، وعندي هنايا واحد الخشبه غادي نديرها ديرو، والفراخ كاملين مكسرين هنايا كلش بكا وفيه محطوطة. غادي نحطهم كاملين في واحد الحيط باش ميبقاوش يوسخو ليا الدنيا، فهمتيني؟ نفس اليوم من العمل نبداو بهاد البيت عاد نشوفو النباتات. هادشي فيه غبرة بزاف، هدا هو الاستعمال ديال البافيط الإيجابي. الغبره تستعمل الباطل. البيستريك ديال الاصدقاء ديال العصافير فين غنستقبل العصافير. دابا غادي نمشي نتغدى عييت. دابا نعم سيدي حساء البيصارة.
ما احلاك اي ترابيزة. واعرة. احسن حساء. شوطاتني حرقاتني وحق الله شو الدخان تيخرج منا دوم شوطاتني يا خوتي ياس انا بلي بفون القتال الخوت بلي الله يعفوها علينا نوك اوت نوك اوت انا بلي بفون القتال وفايت فايت لعبت كومبا انا راه فايت لعبت كومبا قدام الجمهور شحال هذا ولكن في فو كونتاكت مع لعبت كومبا مع واحد بري بواه شفناج وحق الله شفناج في قرية ولاد موسى سيكتور واحد واحد خونا عرفتي مقلضم الخوت مقلضم مكانش كان التوازن وبدينا شلاضة انا وياه انا تنلعب واحد شوية ذكي هو تيلعب فور واش بلا التعادل وخديت ميدالية وهو خدا ميدالية ما قالوش لنا شكون اللي يربح واش انا ولا هو ما بغاوش يحرجونا نظفت المكان كامل درت ليه الكريم فهمتيني وهذا الشيء اللي كاين دابا غنمشيو نشوفو النباتات انا دابا تنصيب الاصدقاء غبار طبيعي باش نديرو في الغرس الغبار الطبيعي هو هذا هو هذا الكحل هذا مع الحمري شنو درت انا هاد السطل هذا درت فيه قشور ديال البنان وقشور ديال اتاي وقشور ديال الليمون وقشور ديال التفاح وخليتهم هنا كيتخمروا كيتخمروا درت عليهم الحمري وشنو ولاو غبار وهاد الغبار هذا هو رقم واحد في الزراعه ديال النباتات فهمتيني شنو غنزيد عليهم غنزيد عليهم هاد الريش ديال الحيوانات والماكله ديالهم والبقايا ديال القشور هادي المواد العضويه فهمتيني هو اللي غيصلح في النباتات وغنعمرهم في هاد المحيقات هادو وغنمشي نستعملهم في الغرس وانا دابا تنصنع شنو غبار طبيعي ها هو الغبار الطبيعي غبار نيميرو واحد فين تعلمت هادشي تعلمتو في المدرسه في العلوم الطبيعيه كانت قالت لنا استاذه العلوم الطبيعيه طبعا نشدو هاد الخريطه هادو وغنديرو في هاد القراعي هادو في هاد المحيقات هادو بعد ما نفتحوهم من التحت باش لما نكونو كنسقيو لما يهبط صافي غادي نعمرو بحال هكا هاد الغبار هذا طبيعي ها هو محرق مشيت الاصدقاء خديت واحد الدرهم ديال التخليطه ديال الاسيل خديت درهم فيها بزاف ديال النباتات فيها النعناع العادي فيها النعناع العبدي فيها مرسيطة فيها ازير فيها الزعتر فيها الحبق دابا انا غادي نقي هادشي هذا كامل باش غادي نغرس هذوك العواد اللي غيبقاو فهمتيني والشي الاخر غادي نستهلكو هانتوما واحد جوج ثلاثة انا غنقيهم هاهما الاصدقاء واحد جوج ثلاثة هاهما الاصدقاء نبقاو هذا الحبق وهادي مرسيطة وهذا الزعتر وهذا النعناع عادي هذا النعناع العادي وهذا النعناع العبدي غادي نغرسوهم الاصدقاء الزعتر غادي نديرو في هادي غادي نغرسو الزعتر هو الاول بسم الله يا ربي غادي نغرس هاد المرسيطة المرسيطة نديرو هنا وغادي نديرو في هادي الحبق الحبق غنديرو واش ديرو واحد الواقع ها الحبق ها الحبق ورانا النعناع العبدي ها النعناع العبدي
والنعناع العبدي غادي نديرو معاه النعناع العام. درت لهم السميات فهمتيني، الزعتر، الحبق، مرسيطة، النعناع، ونشوفو شكون اللي غادي ينوض الأول، فهمتيني في هاد المزرعة هادي. هذا هو اليوم ديالنا، كان واحد اليوم جميل درنا فيه بزاف ديال الاعمال وكملنا الاغراض ديالنا. حنا غادي كنرتبوا شويه بشويه الاصدقاء. شكرا لكم على المتابعه. السؤال ديال الحلقه، شنو هما النباتات اللي زرعهم في الدار ديالكم، ولا النبته اللي زرع في الدار ديالكم؟ شنو هي شي اللي كاين؟ لايك سبسكرايب، باي باي.